دي بسنت حميدة بطلة مصرية، لكن بطلة في ايه بالظبط انا معرفش. وده علي زين بطل مصري برضو، بس بطل ليه انا معرفش. الله برضو ما هي حاجة برضو تجنن، تبقى انت لسه صاحي من النوم عادي تلاقي مصر بقى عندها ابطال غير محمد صلاح، لدرجة ان محمد صلاح شخصيا بيبارك لهم ان هم ابطال مصر. فانت مخك مش قادر يستوعب وبيسألك مين اللي محمد صلاح اللي هو فقر العرب بيقول لها احنا فخورين بيكي، فانت اكيد بترد على نفسك وبتقول انا معرفش. انا معرفش يا ست هاني، انا لا اعرف اقول على طول. هو انا ما كنتش اعرف زيك برضو كده، بس قلت اعرف وعرفك ان علي زين ده بطل مصري لدرجة ان هو لعب في برشلونة وكان واحد من اهم نجوم الفريق، وهو بقى بيلعب باسم مصر وشايل علامها، فاز ببطولات لو لعيب كرة قدم اللي فاز بيها كنا حطينا صورته على الجنيه. ده كان فاضل يومين وصورته تنزل على الجنيه. يعني مثلا فاز بالدوري الاسباني، الكاس، السوبر المحليين، سوبر كاتالونيا، دوري ابطال اوروبا. وهو في الاصل ابن الاهلي، وعدى كده قبل ما يروح برشلونه، فاز بالدوري التونسي والاماراتي كذا مره، فاز مع المنتخب برابع الاولمبياد في كره اليد، وشارك فرحه المصريين بهذا الانجاز التاريخي. لكن للاسف مفيش اهتمام، مفيش تقدير، مفيش داعي، مفيش ست، مفيش حب، مفيش عيال، مفيش عربيه، مفيش داعي. يلا يا عبد، يلا انا. اما بقى بسنت حميده دي برضو بطله، بسم الله ما شاء الله، هي بطلة ألعاب قوة مصرية، واللي قدامك دي تبقى أسرع حداقة مصرية في التاريخ. حارس ويت بقى لها أكتر من 10 سنين بتلعب مع منتخب مصر، وأول لاعبة مصرية وعربية بتوصل لنهاية بطولة أفريقيا، وأول لاعبة مصرية توصل لبطولة العالم، وحالياً هي أول لاعبة مصرية تفوز بميداليتين ذهب في دورة ألعاب البحر المتوسط، وده رقم قياسي محدش عمله في تاريخ البطولة كلها قبل كده. كان بالنسبة لي يعني في يوم من الأيام حلم، هو أنا كل حاجة وصلت لها كانت بالنسبة لي في يوم من الأيام حلم. ولأنها أول لاعبة مصرية تحقق الإنجاز ده، ففخر العرب قال لها إحنا بنفتخر بيك. نروح بقى للجزء الوحش أو المشكلة، الحكاية كلها كانت عدم قلة التقدير. الأولاني جاي يلعب مع المنتخب وجايب الإنجازات دي كلها اللي جابها وهو شايل علم مصر، فأحبط لأنه ملقاش أي حد بيستقبله ولا حتى 10-15 عيل يصوله، ولكن الحق يتقال بعدها دكتور أشرف صبحي جبر بخاطره. يا جماعة أنا جيت هو ملقاش حد، حقك تزعل وإحنا بنعتذر لك. والتانية محدش اتكلم عنها ولا استضافها ولا خدت الشيء اللي تستحقه سواء مادي أو معنوي. يعني مثلا لو مفيش تقدير مادي فيبقى على الاقل في تقدير معنوي، الاعلام بيتكلم عنهم شويه، ممكن نعمل شير للفيديو ده، لان انت لو ما عملتش شير هتساعد ان النماذج الناجحه دي يجي لها احباط، وهتساعد في مشكله كبيره اسمها عدم قله التقدير. ما تنساش بقى بعد ما تدعمهم وتعمل شير تدعمنا انا كمان، لان انا برضو من النماذج الناجحه، وتعمل فولو على فيسبوك واشتراك على اليوتيوب، وتقول لي رايك في تعليق وعايز فيديو عن مين، واشوفك في فيديو جديد.